بابا دخل السجن. مصري بقاله 18 سنة في السعودية عليه دية شرعية 300,000 دولار ومحبوس بسبب إنهاء حياة سعودي. ظهرت بنته منهارة وبتستغيث وبتطلب المساعدة، وخلال ساعات السعوديين كانوا دافعين المبلغ. فيا ترى ايه حكاية المصري ده وليه اتحبس؟ اللي اتعرض ليه في غربته كان صعب، واللي حكيته بنته صادم جدا. ما شافتش ابوها من وهي عندها 4 سنين، وما تعرفش شكله ولا ملامحه غير من الصور، وكل اللي عايزاه انها تشوفه بعد 18 سنة غربة مش بيكلمهم غير من الوقت للتاني، واحيانا اخباره بتتقطع. هو عنده 67 سنة. بنت اسمها فاطمة ظهرت في فيديو مع المستشار عبد الحميد بتستغيث وبتحكي قصة أبوها في الغربة اللي وجعت قلوب الناس، وقالت أنا والدي في السعودية بقاله 18 سنة ومنزلش مصر خالص، واسمه فارس كمال بحر، كان شغال في شركة الخلدي القابضة في الدمام سواق، وارتكب واقعة مرورية على الطريق وتسبب في رحيل مواطن سعودي واسمه ناصر موسم عبد الله المتيري، وتم القبض على بابا واخدوا كل اوراقه. الواقعه دي من حوالي 10 سنين وبعد بالظبط 8 سنين غربه لي. لما تم التحقيق معاه خرج على ذمه القضيه، والشركه اللي كان شغال فيها عملوا له تغيب وهروب وهو كان لسه موجود عندهم. انا معايا كل حاجه تثبت انه لا متغيب ولا هربان. كلمونا من الشركه علشان والدي كان واقع على راسه وتعبان من بعد اللي حصل، وقالوا لنا احنا متحفظين على والدك هنا علشان لو وديناه المستشفى هندخل في سين وجيم وممكن الشركه تتقفل وندفع 100,000 ريال، لكنه ودوه مستوصف صغير وهناك حولوه على مستشفى بالإسعاف. مش بس كده، البنت قالت إن أبوها عنده كانسر في الرئة وكان بيتعالج منه، وبعدين جات له جلطة في نص الشمال ومش بيتحرك خالص حاليا. هي بتستغيث من المسؤولين في السعودية ومصر ونفسها يرجع مصر ويعيش اللي باقي من عمره معاهم، لأن حالته الصحية متأخرة جدا وصعبة. ده غير الدية الشرعية اللي لازم يدفعوها لأهل المجني عليه اللي هي 300,000 دولار، وهم أسرة على قد حالهم واللي رايح على قد اللي جاي. فالحل قدامها إما أهل الخير يتبرعوا وتلم المبلغ ده، أو أهل المجني عليه يتنازلوا عن الدية. وتم فتح حساب فعلا في البنك السعودي علشان الناس تتبرع عليهم بالمبلغ ويقدروا يسددوا الدية دي، ولكن للأسف محدش اتبرع له. البنت انهارت وبكت وقالت أرجوكوا أنا محتاجة مساعدتكوا، بابا دلوقتي محبوس بقاله 5 شهور والشركة سلمته للشرطة رغم سوء حالته الصحية، وكلمونا من الحبس ان بابا مانع الاكل خالص ورافض ياكل اي حاجة، وطبعا ده غلط على صحته جدا. ده غير انه المفروض ياخد الكيماوي ويكمل علاج، ولكن للأسف مش بيتعالج، والمفروض شركة التأمين تدفع له لان العربية متأمن عليها، لكن الكفيل بتاعه والشركة اللي كان شغال فيها اتخلوا عنه، وطبعا بسبب تعبه ده نقلوه لمستشفى للعلاج. حتى حفيدة عم فارس عيطت وقالت انا نفسي اشوف جده، وسبحان الله مفيش 3 أو 4 ساعات من استغاثة بنت عم فارس لوالدها بالتبرع بالدية وكان المبلغ كله موجود من السعوديين. بنته ما كانتش مصدقة ان بعد العمر ده كله وفي ساعات لما طلبت المساعدة لقت الايادي ممدودة ليها كده، وده قبل تدخل المسؤولين كمان اللي هيجي دورهم الكبير في اجراءات رجوع مصر. كده باقي ان عم فارس يرجع مصر وسط اهله وناسه اللي بيطالبوا برجوعه بسرعة واتخاذ الاجراءات الطبية العاجلة المناسبة لحالته الصحية. ادعوا له ربنا يرجعه بالسلامة ويرجع كل مغترب لاهله سالم غانم.